كيفية إعداد الطفل قبل دخوله للمستشفى، الموضوع اللي رح تطرحه اليوم مايا بولادي بالدنيا. مايا صباح الخير. صباح النور. سلامة قلبك. ميرسي. بتقطع القلب اليوم مايا. بدنا نحضر مايا كمان نفسيا قبل دخول المستشفى. قبل دخول الاستديو. والهيدا بدنا نقوله انه هلا كثير شائع لانه الطقس عم بيتغير كثير، يعني ساعه بيكون شوب ساعه بيكون برد. مزبوط. بالشمس فطيس بالفي حساسيه اول الربيع. صحيح. مزبوط. وهذا الشيء مبين هون عم تمثلوا عم بتجسدوا كليا. عم جسده انا هلا حساسيه اليوم. الربيع مبلشه مزبوط مع مع مايا. سلامه قلبك. وهذا الشيء بنعرف انه مش بس الكبار، يعني مش الكبار بس انه يعني الصبايا. الصبايا انما الاطفال هيك. الاطفال كمان كثير بيعانوا منه، وللاسف اوقات اذا تفاقمت اي مشكله معهم بدهم يضطروا يفوتوا على المستشفى. المستشفى بتخوف كل الناس الكبير والصغير. اكيد. قديش الصغير بيكون عن جد بده واحد يحضره لحتى يخبره انه هالمكان اللي فايت عليه مش مكان مرعب، انما مكان لحتى يداوي من الاوجاع يمكن اللي عم بيعاني منها. يعني تحضير الولد للدخول للمستشفى شغله كثير مهمه، هلا دائما بنفكر نحن انه بنحضر الولد لحتى يفوت على المدرسه مثلا، وقت بتكون سجلت الولد بمدرسه جديده، بناخده بشوف المدرسه، بشوف الملعب، بشوف المعلمه، بشوف صفه، ولا مره يعني مش ولا مره بس انه نادرا ما بنفكر انه كيف بدنا نحضر الولد ليفوت على المستشفى، يعني بنحضره بمعظم ان شاء الله ولا ولد بيضطر يفوت على المستشفى، بس انه بطبيعه الحال بطبيعه الحال اشياء بتصير، عرفتي كيف؟ مش ضروري تكون اشياء خطيره او عمليات، اوقات جريب قوي مع الولد اي شيء يعني بيستدعي دخوله للمستشفى، فكان كثير مهم نفكر انه مثل ما عم نحضر الولد لكثير اشياء بحياته، انه هالولد يلي عم نشيله من مكان انتمائه اللي هو بحس فيه باقوى شعور امان يلي هو البيت، عم شيله انا وعم حطه بمكان ثاني لو كنت انا كأم موجوده معه، بس حتى اللي عم يعتنوا فيه هن اشخاص اغراب لإله، مش تخته، مش غرفته، بلس انه حتى لو ما كان في شيء خطير بس ما بيمنع انه بضل في بروسيجرز بيوجعوا الولد. صح. يعني أكيد. ابسط الامور انه اليوم كل ولد بيفوت على المستشفى الا ما يحط مصل مثلا، او يعملوا له ابره يعني فحص دم، يعني كل هالامور، يعني ديجا انه تيفتشوا على العرق وتحطوا المصل وهيك، يعني هيدي اشياء عن جد بتعذب الولد وبتحسسه بالوجع. فاذا هون احدى الحلول الرئيسيه هي انه احنا نحضر الولد للدخول للمستشفى. كيف؟ اليوم رح نخبر المشاهدين غيدا كيف نحضر اولادنا حتى يفوتوا على المستشفى، وهذا الشيء بيختلف اكيد بين حاله وحاله لانه في اوقات حالات بتكون ارجانس. في حالات طارئه نحن الاهل ما بنكون ما بنلحق نحضرهم، ما بنلحق نحضرهم، بس في حالات بكثير من الاوقات بمعظم الحالات ما بتكون بس ارجانس، يعني بتكون حالات عارفين انه في شيء عمليه بده يعملها بسيطه او مش بسيطه، في انه جريب انه مثلا اعطانا مهله الحكيم انه اذا الانتيبيوتيك ما مشي حاله بنفضل نفوت على المستشفى والى اخره. فاذا اوقات كثير فينا نحضر الولد، بس الاكيب يلي بالمستشفى بده يكون متعاون معنا لحتى نحن نقدر نحضر الولد. اخر دراسات صارت على هالموضوع فرجت انه الولد مهم اول شيء يزور المستشفى. يعني اذا العمليه بعد بكره خلينا افترض، او بده يدخل بعد بكره المستشفى، يزور المستشفى يعني يشوف الغرفه اللي هو رح يكون متواجد فيها، يشوف مثلا مين رح يعتني فيه، اي نيرس او اي انفيرمير هي رح تعتني فيه. حتى اكثر من هيك بالبلاد الاوروبيه بيسمحوا للولد انه بكثير من المستشفيات بيسمحوا للولد انه هو يدقر الماتيريال تبع الحكيم، يعني يعرف شو رح يصير معه. يعني نحن وقت بنفسر للولد انه هلا انا هون بدي احط المصل، هلا بدي اخذ الحراره، او هلا يدقر هالماتيريال يلي بده يستعمله الطبيب تيعرف شو هو هالماتيريال، ونفسر له المراحل تبع الاشياء كيف بدها تصير. يعني وما يحسوا انه هذا الشيء يمكن يسبب له خوف زياده، لا بالعكس مثل ما قلتي بيحضروا يمكن اكثر. بحضروا اكيد اكيد بحضروا، خاصة إذا كانوا أهله مرافقينه، إذا هن كانوا لطيفين معه هن الإكيب كله تبع الحكمة وتبع النيرس، فإذا هي شغلة كثير مهمة تنعمل، وأصلا يكتشف المستشفى. يعني من الريسبسيون للسال دانستيزي للسال يلي بصير فيها البنج كمان، لأنه أوقات عمليات كثير زغطورة يعني ومنها أبدا خطرة، بس بدها بنج، وبالتالي بده يرجع يفوت على غرفة الإنعاش. فإذا الولد خاصة عم بحكي عن الأولاد يلي
عمرهم ابتداء من 3 سنين وبالطالع، لانه هول الاولاد كمان ما بدي انا لا كذب عليهم ولا فاجئهم. هلا الولد بس يكون كثير زغطور ما بيكون في تواصل بيننا وبينه، التواصل بيكون مش شفهي، عاطفي، يعني بغمره وببوسه. فهيدا الشيء اللي الام قادره الام والبي يوفروا للولد. بس كل ما بيتقدم الولد بالعمر الولد بصير بده يسال. حتى لو ما سال نحن واجباتنا انه نحن نفسر له. فاذا كثير مهم انه نفسر للولد انه انت هلا بس هتخلص من هيدي الغرفه رح تروح على غرفه ثانيه، بس حتى تقدر توعى بهي الغرفه الثانيه، وانت بس توعى رح تلاقيني حدك ما تعتلهم. فبتفتح عيونك بتلاقيني انا قاعده حدك. يعني يعرف شو ناطره كمراحل، وخاصه هالشيء بينطبق على الاولاد اللي عمرهم 6 سنين وما فوق بشكل خاص. لانه هول الاولاد يلي صار عندهم الاستيعاب والمنطق انه هن يستوعبوك ويفهموا السيكونس تبع الاشياء، تسلسل الاحداث كيف بدها تصير داخل المستشفى. هلا في كثير اشياء كمان بتساعد غيدا. احدى الامور اللي كثير بتساعد هي لعبه البوبي. بتمنى انا انه يعني يصير في دراسه بلبنان قريبا على هذا الموضوع، يلي هو انه كيف نطبق تحضير الولد للدخول للمستشفى داخل المستشفيات. بدراسه عملت بفرنسا مثلا فرجوا انه البوبي يعني الولد قبل ما بده يفوت قبل بنهار ياخذ البوبي هو، وكانه هو عم بيطبق الستبس او الخطوات على البوبي يلي بدهم يصيروا. يعني كيف عم بنيم البوبي، كيف اكيد فيك بيكونوا المصل او الابره او اتسترا، انه هو كمان عم بحضرها عم بيقول لها تمد ايدها للبوبي، بعدين عم بلبسها ثيابها يمكن بعدين. فاذا هول كلهم انه يلعب مع البوبي على انه هو الطبيب وهو عم يعتني فيها للبوبي، ويلحق نفس التسلسل الاحداث او البروسيجر يلي بدها تصير معه بس هو بده يفوت على المستشفى. هلا اكيد وقت انا بقول نفس البروسيجر ما بقصد انه نفسها حرفيا، لانه ما فينا نلحقها نفسها حرفيا، بس انه قد ما بنقدر نكون قريبين من الامور. كله هيدا بخلي الاشياء تصير فاميليار اكثر، يعني تاقلم مع الولد اكثر. هيدي شغله كثير انتريسانت مهمه، وبحسب الدراسه اللي انعملت الاولاد يلي تحضروا بهالطريقه من بعد الخضوع لعمليات او الدخول للمستشفى فرجوا اقل ليفل من الانكزايتي من القلق، اقل ليفل من الكوابيس بالليل، لانه بصير في كوشمار كمان أكيد. على فتره محدده، وبصير في اوقات كثير انكزايتي او قلق من الانفصال عن الاهل بشكل خاص عن الام. يعني كثير بخبروا الاهل انه دخل الولد على المستشفى ومن بعد ما ظهر بلش انه اذا امه بدها تروح مشوار صغير ما يخليها تروح، اذا هي قاعده بالبيت ينق ويبكي مع انه هي قباله، بس يطالب فيها هي وقباله، وكانه هو عنده هالخوف الدائم انه يفقدها يطلع وما يلاقيها. فاذا هون تنكون واضحين بقصه البوبي. هلا في شغله ثانيه يلي هي كثير تعتمد من زمان وكثير من الباحثين حكيوا عنها، يلي هي نحضر الولد من خلال القصص. اليوم صار في كثير قصص، ما رح نعمل دعايه هلا على الهواء يعني شو هن، بس الاهل اللي عندهم اولاد هيك صغار بيعرفوا شو هن سريات هول القصص، وكلنا استعملناهم مع اولادنا. مزبوط. بيحكوا عن ابطال القصه، البطل القصه اللي فات على المستشفى، مثل ما بيحكوا اوقات عن بطل القصه اللي بعده بيعمل بيبي بتياب، وعن بطل القصه اللي بيبكي بس يروح على المدرسه. هول كثير مهمين، لانه الولد هالبطل للقصه بيكون عن جد مثال لإله، مثال الاعلى لإله انه يا لطيف وعم بتابع له قصصه. بس وقتها بشوف انه اكس فات على المستشفى هيك وشافها هينه وخضع لهالاشياء، كمان بيقدر انه هو يتمثل فيه. بعد ما عندنا بلبنان على الاقل مش علمة انه عنا ديسان انيمي او رسوم متحركة بتحكي عن هيدي المواضيع، بس بكون كتير انترستنج انه يكون في رسوم متحركة تحكي عن هالمواضيع كمان، لانه كمان الولد كتير بتأثر فيها الرسوم المتحركة. صحيح. هلا الاهل شو دورهم غيدا؟ الاهل دورهم اهم دور. ليه؟ لانه الاهل اول شيء بدهم يعملوه انه هن ما يفرجوا المأساة للولد، يعني ما بدهم يفرجوا انه هن عم يبكوا او هن زعلانين او الرعب بعيونهم 100%. او بيصير في اوقات حكي قدام الاولاد قد ايه نحن عتلانين هم والى اخره، لانه نحن وقتها بدنا نكون هيك فورا بدنا ناثر على اولادنا. يعني الاهل الاولاد بالنسبه لهم اهلهم مثالهم الاعلى. وعندهم ثقه كامله باهلهم. فاذا الولد هو اللي حيقول انه طب بما انه بابا وماما خايفين
يعني إليا دوكوا، يعني في شيء بخوف، يعني في انا كمان بدي خاف لانه مش ماشي الحال. بس وقتها بيشوف الولد انه امه مش خايفه، انه اخذت له مثلا ساك العابه، انه مامي معلش ما انا رح كون حدك وما في شيء، وهلا بتشوف انا رح نام عندك وادم. اكيد اكيد، وانت شفت هذيك المره الحكيم وحكينا مع الحكيم. كمان في قصه الحكيم، يعني الطبيب بده يكون متفهم ويكون كلوز للولد. طبيب كمان بده يفسر للولد. اهم 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 شيء، اهم اشخاص يفسروا الولد هن النرسات او الانفيرميير. هن بيلعبوا دور عن جد من اهم الادوار بالمستشفى، من اهم الادوار، واللي يعني بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. هن اهم اشخاص فعلا بيكونوا بالمستشفى. غيدا وقتها بدنا نحط مصل للولد او بدنا ناخذ فحص دم او كذا، مهم انه نفسر للولد انه انت هلا بدك تمد ايدك، انا بدي احط هيدي هون، بعدين رح يطلع نقطه دم زغطوره، نحن رح نحط قطنه هون، نحن رح نحط بلاستر هون. يعرف الولد شو ناطره. عنصر المفاجاه هو من اكثر العناصر يلي بتخلي الولد بعدين يعمل قلق، صح، ويعمل له تروما بكل حياته عن المستشفى ولا الاطباء. يعني كمان خلينا نحكي عن اوقات نحن بنقول انه بلا ما نقول للولد قبل بساعة من الروحة على المستشفى منخبره، لا ما هيدا شيء غلط كمان، ما بقدر أنا فاجئ الولد بهالطريقة، مثل الأولاد اللي بخافوا من البيدياتر، فجأة بنصف السيارة بنلاقي إنه وصلنا عند البيدياتر، بعدين ما كنا رايحين مشوار، شو وصلنا عند البيدياتر ما بعرف. هيدا شيء كثير خطير لأنه بخلي كمان الولد يفقد ثقته بأهله. صح، يعني مع الوقت الولد ما بيعود إنه ليه ما عم تقول لي ماما، إنه أنا ما بوثق فيها، ما بصدقها. عرفتي كيف؟ هلا في سؤال دائما بينطرح غيدا، إنه قد إيه أوقات بيأثر على الولد إنه الأم والبي يثبتوه تنعمل أي بروسيجر طبية، أي شيء طبي مع الولد، مثل إنه فحص دم، إبرة إلى آخره. فالاهل بيكونوا الولد اوقات كثير بخطر ولازم ياخذ هالدواء او لازم ياخذ هالابره، فبقربوا بيثبتوا الولد بكل قوتهم، او اوقات كثير بيضطروا ليه، لانه الولد اذا وقع وتعرض لاي حادث بده يصير في بوان دو ستور، بده يصير في قطب، كمان بيضطروا انه هن يثبتوا الولد مع الطبيب اوقات اذا ما كان في بنج عام والى اخره. هون السؤال اللي بينطرح انه قد ايه هالشيء ممكن يكون مؤذي للولد. هلا ما في قاعده عامه، يعني انا ما بقدر اقول لهم انه ايه هالشيء مؤذي للولد وبالولد رح يفقد ثقته باهله وما بيسوى، ما في رول. بس اللي بقوله انه اذا كنا بالوضع اللي نحن فيه، لانه اوقات الوضع طبيا بيفرض علينا كثير اشياء، ما بدنا ننظر ونحكي اشياء بلا اكيد طعمة. اكيد حسب الوضع الطبي مزبوط. بس اذا كنا نحن قادرين انه نحن ما نشترك بالخطوات الطبية اللي عم بتصير، يلي فيها بين مزدوجين يمكن بعض العنف الصغير، يعني اللي هو انه ثبت الولد او شد عليه، بيكون افضل اذا كنا قادرين. واذا لا هالشي ما رح يخلق هالتروما الفظيعة على الولد، اذا نحن بعدين طمناه وكنا حده واعطيناه الحب والحنان اللي لازم. اكيد اكيد، وان شاء الله يا رب مثل ما قلنا ما في ولا طفل بيضطر يدخل الى المستشفى، بس هذا الشيء للاسف بيكون موجود بكثير من الحالات. بنشوفك نحن بنرجع معي ان شاء الله بعالم صباح وسلامه قلبي. ثانك يو. رح نتابع بعض لحظات مع ضيوفنا، خليكم معنا.